انت كل اللي انا محتاجه، وانت كل شهوة قلبي هي انت، كل نبضة في قلبي بيك انت، كل لحظة في عمري ليك انت، كل اللي انا محتاجه وانت، كل شهوة قلبي هي انت، كل اللي انا محتاجه وانت، كل شهوة قلبي هي انت، كل نبضة في قلبي بيك انت، كل لحظة في عمري هي انت. بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بحبك يا يسوع. يا رب صلاتي الكلمات دي ما تكونش مجرد حبر على ورق يا رب، لكن تكون كلمات بعيشها بختبرها كل يوم. يا رب عايزك تكون انت الاول والاخر في حياتي، مش عايز امشي بدماغي يا رب وافكاري واحلامي، لكن عايز كل حاجه تكون مقدسه فيك، تكون يا رب محفوظه فيك. كل اللي انا محتاجه هو انت، اولوياتي يا رب تكون انت. بحبك بتغير كل قلبي، بحبك غير من طبيعتي، بحبك 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 يا يسوع. بحبك بتغير كل قلبي، بحبك بتغير من طبيعتي، بحبك بحبك يا يسوع. النهارده واحنا بنحكي عن الميلاد عندنا شخصية رائعة جدا، هي شخصية أليصابات، وخليني أشارك معاكم بأعداد من لوقا 1 بعد ما بشر الملاك العذراء مريم. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: أن روح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها أن لصبات نسبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقر، لأنه ليس أمراً غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها. وفي تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زكريا وسلمت على أليصابات. فعندما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس، فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، مبارك ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ صوت سلامك إلى أذني ارتقد الجنين من الابتهاج في بطني.
فطوبى للتي أمنت لأنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. ومكثت مريم عند أليصابات نحو 3 أشهر ثم عادت إلى بيتها. أليصابات شخصية جميلة جداً. أليصابات هي حافظة السر. أول ما مريم عرفت أنه أليصابات كانت حامل قررت أنها تروح ليها عشان تساعدها وعشان تفرح معاها، لكن عشان حاجة كمان مهمة جداً، علشان تحكي معاها سرها، السر الكبير قوي، السر الخطير جداً اللي كانت مريم محتاجة تحكيه لحد موثوق فيه. والحقيقة أنه أليصابات غالباً كانت أهل لهذه الثقة. والنهاردة واحنا بنتكلم عن حافظة السر، أنا عايز أسأل كل حد فينا، هل إحنا فعلاً بنحفظ الأسرار؟ هل عندنا قدرة أن إحنا نتحكم في كلامنا؟ هل إحنا ممكن أنه نكون ناس موثوق فيها؟ هل بيوتنا مكان راحة لناس شايلة أتعاب وهموم ومشاكل ومسؤوليات تقدر تحكي وتستخبى وتطلب المشورة والمساعدة زي ما مريم استخبت عند أليصابات؟ أليصابات كمان هي الشخصية المعلن ليها الأسرار الله بالروح القدس. قالت كده من قبل ما مريم تتكلم: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فالتقى الجنينين لأول مرة يوحنا ويسوع، وبعد كده التقوا بعدها ب30 سنة. أنا عايزة أقول إيه أخبار الروح القدس معنا؟ إيه أخبار صوت ربنا جوانا؟ إيه أخبار قيادة الله لينا؟ صوت الله مكتوب كده أنه خرافي تسمع صوتي وأنا عارفها فتتبعني. تعالوا ندي فرصة النهاردة زي أليصابات أن روح الله يكون بيتكلم لينا، تحرك جوانا ويقودنا ويرشدنا. أليصابات كمان مكتوب عنها كده: العاقر التي تدعى عاقر، العاقر اللي استجاب الله لطلبتها برغم استحالية الأمر، أكرمها الله مش بأي طفل لكن بيوحنا المعمدان. عايز أقول أنه زكريا وأليصابات ما كانوش الناس الوحيدة اللي كانوا محتاجين لمعجزة في أنهم يكونوا بيحصلوا على طفل، لكن كان في إبراهيم وسارة في الكتاب، كان في رحيل، كان في حنة اللي كانت مرة النفس، لكن أليصابات الله كافئ انتظارها بعد سنين طويلة وباركها بيوحنا المعمدان زي سارة. أنا نفسي أصلي معكم صلاة النهاردة، نفسي أصلي مع كل واحد عنده احتياج لمعجزة، ولكل عيان بيقول أنه في مستحيل، لكن الله لو أراد وكانت مشيئته هو لا يعصر عليه أمر. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب احنا بنشكرك علشان انت إله المستحيلات، يا رب بنشكرك لأنه لا يعصر عليك أمر، يا رب بنشكرك لأنه بتستمع لطلباتنا، وبنشكرك لأنه يا رب انت تقدر تدي وتبارك يا رب وتستجيب لصلواتنا في وقته وفي حسب يا رب مشيئتك. بنثق فيك ومنتظرينك، ليك كل المجد. لأن ربنا يسوع المسيح ولد في بيت لحم، سلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء مسكن الصديقين التي هي أورشليم. السلام لك يا بيت لحم مدينة الأنبياء الذين تنبأوا عن ميلاد عمانوئيل. اليوم أشرق لنا نحن أيضا النور الحقيقي من مريم العذراء العروس النقية. مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح من بيت لحم اليهودية كأقوال الأنبياء. إشعيا النبي يصرخ بصوت التهليل قائلا: إنها تلد عمانوئيل مخلصنا الصالح.
السماوات تفرح والأرض تتهلل لأنها ولدت عمانوئيل لنا نحن المسيحيين من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين هللويا 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 يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت لح هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.